يلقبه البعض بملتقى العالم، بينما يسميه آخرون مركز الأرض أو قلب العالم، فهو واحد من أكثر الميادين ازدحاماً بالمرة في العالم. إنه ميدان تايم سكوير. تاريخياً كان الميدان موطناً لجريدة نيويورك تايمز، لذلك كان المكان المناسب للناس لمعرفة الأخبار العاجلة، وكان أيضاً موطناً لنزول كرة رأس السنة، وهذا يشير إلى أن العام الجديد قادم ولدينا لوحاتنا الإعلانية الجميلة والشاشات. كل ذلك يجذب الناس لجمال تايمز سكوير الذي استمر لسنوات طويلة. في نهاية القرن التاسع عشر بدأت مدينة نيويورك بالاتساع حتى وصلت إلى ما يعرف اليوم بالشارع الثاني والأربعين والمنطقة المحيطة به التي تعد مركز المدينة تجارياً واجتماعياً، مما شجع إدارة صحيفة نيويورك تايمز على نقل مقر إدارتها إلى هذه المنطقة وبناء برجها العملاق في المكان الذي كان يعرف آنذاك بميدان لونج إيكر، والذي أصبح اسمه بعد عام 1904 تايم سكوير نسبة إلى الجريدة. قبل أن نتحدث عن تايم سكوير بصورته الحالية، دعني أحدثك عن تايم سكوير من الناحية التاريخية. هذا المكان كان عبارة عن حقول واسطبلات للخيول، لخيول أحد القادة في الحرب الأهلية الأمريكية. نقطة التحول الجوهرية والأساسية التي طرأت على هذا المكان وجعلته على ما هو عليه كان مرتبط بقيام جريدة نيويورك تايمز بنقل مقرها إلى الشارع الثاني والأربعين في هذه المنطقة. هذا كان تقريباً في بداية القرن العشرين. ثم بعد أن افتتح مقر هذه الجريدة هنا تحول هذا المكان تحولاً جذرياً ليصبح ما هو عليه الآن فعلاً، لأنه بعد أقل من سنة أصبح اسم هذا المكان تايمز سكوير. قبل ذلك كان يحمل اسم آخر لونج إيكر سكوير، لكن بعد قيام الجريدة وبعد تأسيس مكاتبها هنا أصبح هذا الاسم وبصورة رسمية عام 1904 تايمز سكوير. كانت احتفالات الجريدة بافتتاح مبناها الجديد والتي تمت بإطلاق الألعاب النارية من على سطح المبنى بداية تقليد شعبي استمر طويلاً حتى تم إلغاؤه حديثاً لأسباب تتعلق بالسلامة العامة. قبل ذلك وخلال الثورة الأمريكية كانت المنطقة ملكاً لجون سكوت، أحد القادة العسكريين الذين عملوا مع جورج واشنطن، وكان بيته المبني على ما يعرف اليوم بالجادة 43 محاطاً بحقول للزراعة وتربية الخيل، وكان مركزاً لما يعرف اليوم بتايم سكوير الذي آلت ملكيته ومع مطلع القرن التاسع عشر لجون إستر تاجر العقارات الشهير الذي حقق بفضل ذلك ثروة طائلة. حين نتحدث عن مدن أخرى فلديهم ساحات البلدة والساحات المركزية، وبالنسبة إلى سكان مدينة نيويورك وزائريها لديهم ميدان تايمز سكوير، لذلك هنالك تقليد للاحتفال بالرئيس المنتخب الجديد أو تنظيم الاحتجاجات، وبالطبع هذا حق أمريكي أساسي. بعد 3 أسابيع من إطلاق اسم تايم سكوير على هذا الميدان، وتحديداً في 29 من أبريل عام 1904، وعلى واجهة أحد البنوك ظهرت أول لوحة إعلان كهربائي مضاءة ومتحركة، وبدأت كذلك عملية بناء أول محطة لقطارات الأنفاق. بمجيء الجريدة هنا استقطبت أعمال أخرى واتجاهات أخرى أو بزنس آخر، جاء إلى هنا بنك أوف أمريكا وأقام البرج الخاص به، جاء إلى هنا أيضا رواد مسرح فنانون وأقاموا مسارح مهمة جدا، أقامت الحكومة أيضا بعد أن أصبح اسم هذا المكان بصورة رسمية تايمز سكوير
أقامت أول صبية في الولايات المتحدة الأمريكية هنا تقريبا على مسافة شارعين من هذا المكان اللي بنصور فيه الآن. مع نمو المدينة في تلك الفترة أصبحت تايم سكوير أهم مركز ثقافي وتجاري وترفيهي في الولايات المتحدة، مليئاً بالمسارح وقاعات الموسيقى والفنادق الراقية، ومكاناً قومياً للاحتفال بالمناسبات الكبرى. تشكل احتفالات رأس السنة واحداً من الأحداث السنوية التي تميز تايم سكوير، ففي كل عام يجتمع في هذا المكان مئات الآلاف ينتظرون حدثاً يتكرر سنوياً منذ عام 1907، وهو سقوط كرة الكريستال إذاناً بعام جديد. وقد سجل احتفال عام 1999 أكبر عدد من الحضور وصل إلى قرابة 2 مليون شخص، وهو الرقم الأعلى منذ عام 1945 حين اجتمع عدد مماثل تقريباً للاحتفال بانتهاء الحرب العالمية الثانية. من أهم الأشياء اللي بتعطي هذا المكان سحره الخاص الاحتفالات اللي أقامتها أو اللي كانت السبب فيها جريدة نيويورك تايمز، حيث بدأوا في إطلاق الفاير ووركس أو الألعاب النارية، بدأ بإطلاقها منذ ذلك العام منذ عام 1907 تقريبا، واستمرت حتى التسعينات، منعتها الحكومة لأسباب متعلقة بالأمن وإلى ذلك. ثم أيضا بدأت احتفالات رأس السنة هنا، وهي احتفالية مهمة جدا يحضرها يأتيها الناس والسياح من كل أنحاء العالم وينتظرونها أيضا، وهي إلقاء الكرة، كرة رأس السنة من أعلى المبنى، وهذا حدث سنوي يحضره الملايين في هذا المكان. أنا كنت شاهدا على أكثر احتفالية حضرها عدد من الناس هنا في عام 1999، وهي احتفالية رأس السنة المعتادة التي تقام كل سنة من عام 1907. حضر هذا الاحتفال قرابة 2 مليون إنسان، هذا مسجل في التاريخ الأمريكي كأكثر عدد من البشر حضر في النصف الثاني من القرن العشرين. نعرف أنه في عام 1945 تقريبا أو بالتحديد في عام 1945 حين أعلن وقف أو انتهاء الحرب العالمية الثانية، تجمع أكثر من 2 مليون أمريكي هنا في هذا المكان محتفلين بهذا الحدث العالمي. تايم سكوير أو ممر الأضواء العظيم أشهر مسرح مفتوح في الدنيا وأكثر الأماكن جذباً للسياح والزائرين وأعظم مركز لصناعة التسلية والترفيه في العالم. لك أن تستخدم ما شئت من أفعال التفضيل وصيغ المبالغة من دون أن تحس بأنك قد تجاوزت حدود المعقول، لأنك باختصار في التايم سكوير قلب مدينة نيويورك النابض وعينها التي لا تغفو. بشكل عام كنا نقول إن تايمز سكوير مفتوح، في الواقع لم يغلق أبداً خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وقد برمجنا الكثير من النشاطات الخارجية خلال الوباء، وكان الكثير من الناس يزورون هذه المنطقة. لدينا مدرجاتنا الحمراء الرائعة حيث يأتي الناس هنا ويحبون الجلوس وأخذ الصور بهواتفهم. منذ إنشائه وإلى اليوم يعتبر هذا الميدان الأشهر في العالم والأكثر ازدحاماً والأكثر جذباً للسائحين، زاره هذا العام مئات الآلاف رغم ظروف وباء كورونا، إضافة إلى كونه أعظم المراكز الفنية والترفيهية في العالم، ففيه أضخم المسارح وأرقى دور العرض السينمائي وأفخر المطاعم وأغلاها وأضخم البنايات وأعلاها وأشهر محلات للتسوق في العالم، كما أنه المكان الذي يضم عمارة مسرح الباراماونت أرقى المسارح في العالم وبرج
نيويورك تايمز أشهر الصحف العالمية، وبرج بنك أوف أمريكا، ومتحف مادام تيسو متحف الشمع الأشهر عالمياً، هذا إلى جانب اللوحات الإعلانية المضاءة ذات التصاميم المدهشة والأحجام الضخمة. هذا المكان يعتبر أكبر المسارح المفتوحة في العالم وأكثر الأماكن استقطاباً للأعمال الترفيهية، لأعظم الأعمال الترفيهية ولأهم الماركات في العالم ولأهم أسماء الشركات. أي شركة تسعى بكل جهدها لكي يكون لها فرع في هذا المكان بغض النظر عن المصلحة المادية أو الكذا، إنما مجرد أن يكون لك اسم في هذا المكان هذا بحد ذاته إعلان مهم. الإعلانات المضاءة هنا مختلفة عن أي مكان موجود في العالم. نعرف إحنا هنا أن أول إعلان مضاء في العالم كان من هذا المكان، بدأ من هذا المكان في بداية القرن العشرين. وليس هناك ماركة عالمية مشهورة لا يوجد لها إعلان في هذا المكان على الإطلاق. في عام 2002 أدى عمدة المدينة آنذاك رودي جولياني اليمين الدستورية لخلفه مايكل بلومبرغ في ميدان تايم سكوير، ليصبح بعدها تقليدا يقوم به كل من يتربع على عرش مدينة نيويورك. هذا المكان تستطيع وأنت فيه أن تقرأ اتجاهات الأمريكان، اتجاهات الإنسان الأمريكي والسياسة الأمريكية عموما، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية. للأسف أنه قبل عام أو في سنة 2020 وبسبب الكورونا خيم الحزن على هذا المكان، كان فارغا بالمعنى الكامل، وهذا عكس أيضا ما تعرض له الاقتصاد الأمريكي أو ما تعرض له الحياة الاجتماعية والعامة في أمريكا من ركود بسبب الوباء. لكن كما ترى الآن عادت الحياة من جديد، عاد الأمل من جديد. بعودة الحياة إلى هذا المكان تستطيع أن تقرأ أن الحياة تعود في أمريكا، وبالتالي تعود إلى العالم بصورة عامة، لأنه من هنا تستطيع أن تقرأ مؤشر الأحداث العالمية وأنت في عاصمة العالم الاقتصادية نيويورك. تايم سكوير له مكانة كبيرة في الثقافة الشعبية الأمريكية، صور فيه عدد ضخم من الأفلام والبرامج، وكتب عنه وحوله عدد من الكتب والروايات لم تكتب عن أي مكان غيره. هو ليس فقط أكبر المسارح المفتوحة في الدنيا كما يسمونه، لكنه جزء أصيل في ذاكرة المدينة وفي حاضرها، يمنحها اختلافها وتميزها عن غيرها من المدن. لبرنامج ضروب وحكايات، رضا بشفرة، سكاي نيوز عربية، نيويورك.